بسم الله الرحمن الرحيم. عباس عينان مدير المركز الإشفائي الإقليمي بيصفرو. اولا تنشكروا قناه اصوات على 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 الاهتمام ديالها بالموضوع. اليوم كما تشوفوا كانت عندنا حمله اقليميه ديال التبرع بالدم. هي مساهمه اقليميه من جميع الساكنه واولهم اطر وموظفي المستشفى الاقليمي والصحه واطر الصحه بالاقليم اللي ابوا الا انهم يشاركوا بواحد الحاجه اللي هي ثمينه اللي هي الدم ديالهم بعد سنه ديال التضحيه اللي عرفتوها ديال 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 الجائحه ديال كوفيد اللي كانت فيها تضحيه جسام من الاطر الصحيه. اليوم ابوا الا انهم يعبروا على واحد التعبير ثاني بالدم ديالهم والمساهمه ديالهم في هذه الحمله اللي عرفت ولله الحمد واحد المشاركه واحد الاقبال كثيف. فاق التصورات ديالنا والتوقعات ديال 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 المستشفى. كان اقبال كبير تعبر على الكرم ديال الساكنه ديال الاقليم صفرو اللي بغاو يتبرعوا. حنا فتنا التوقعات ديالنا من هذه التبرعات وكان الحاح ديال مجموعه ديال الساكنه انهم يتبرعوا. للاسف ضيق الوقت ديال الفريق ديال المركز الجهوي لتحقن الدم ما يمكنناش اننا نسلبيو يعني نستجبوا للطلبات ديال الجميع. ولكن الاكيد اننا في الاسبوع زمني نزول عن طلبه ديال السكينه قررنا ان في الاسبوع المقبل الجمعه المقبله في نفس التوقيت انها تكون حمله ثانيه للتبرع بالدم وتقدر انها تكون تبعها حملات اخرى في الاسابيع المقبله. الاساسي هو اننا مره اخرى نشكر جميع السكينه نشكر السلطه المحليه الاعلاميين على المساهمه ديالهم في هذا العمل الخيري النبيل ونتمنى ان هذه تكون اشاره باش يستمر الدعم ديال الساكنه للقطاع الصحي ويبقى الجو ديال التضامن والتآزر على المستوى الاقليمي. وحنا تنعبروا كمستشفى اننا دائما رهنا الاشاره ديال المواطنين باش نستجبوا للطلبات الصحيه ديالهم وكذلك جميع المتطلبات الاجتماعيه المتعلقه بقطاع الصحه في الاقليم. فيما يخص العمليه ديال كيفاش تسمو العمليه ديال 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 تحقن الدم او المساهمه بالدم هي عمليه اللي هي سليمه وصحيه. اولا من الناحيه الصحيه هي صحيه لذاك لو دونور هذاك السيد اللي تيعطي الدم ديالو هي صحيه يعني تبتات جميع الدراسات العلميه انها صحيه. فيما يخص علاقتها بالكوفيد تثبت علميا انه ما كاينش علاقه ما بين انه شي واحد دار تلقيح ولا ما دارش تلقيح يعني هذا موضوع يعني ما عندوش ترابط بهذا الشيء. هذا بالعكس تيبقى ان لو دون ديال لو سون تيبقى انه دائما صحي بالنسبه للساكنه. فيما يخص العمليه كيفاش جرات اليوم كما تبعتوا معنا بانه قبل ان ذاك المتبرع تيعطي بالدم ديالو تيخضع لواحد الفحص طبي من طرف طبيبه مختصه في المركز الجهوي لتحقن الدم اللي تتشوف الوزن ديالو تتعطي مجموعه ديال الاسئله خاصه بالوضع الصحي ديالو تتشوف تتعبر له الضغط. وفي تيكون ان الواحد عنده الاهليه انه يتبرع بالدم عاد تيدوز ديك الساعات المراحل الاخرى ديال التبرع بالدم اللي تتم كما شفتوا باحترام الاحترازات اللي تتفرضها علينا ظروف الجائحه من تباعد اجتماعي ومن تعقيم ومن حمل الكمامات. دونك الحمد لله دازت الامور كما كنا تنتوقعوا وبالمساعده ديال الجميع وبالتفاهم ديال الجميع. الحمد لله تنأكد مره اخرى ان التبرع الدم يمكن يكون الا صحي للفرد وكذلك للمجتمع. شكرا للجميع شكرا للصحافه وشكرا لكم مره اخرى وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.